هذه المعارض هي أحد الأدوات اللي إحنا كمنتدى سيدات الأعمال اللي منحاول هاي منصات تساعد النساء بأنها أولاً مش بس تبيع. هاي المنصات وجدنا لها أهمية عالية جداً وأكبر من أنه بس الإنسان الست تبيع، عماله في تشبيك كبير جدا، اولا ما بين المحافظات بين بعض والصبايا بتعلموا من بعض، اثنين احنا نحافظ دائما على تراثنا، سواء تراثنا في الاكل، تراثنا في التطريز، تراثنا بارضنا، كله بينعكس من خلال هاي معارضنا، لانه عماله كل شيء بينسرق منا وينسب الى الاسرائيليين، حتى حطتنا عماله بتنسرق. فكرة وجودنا اليوم انه احنا نساند هؤلاء النساء ببيع منتجاتهم، خصوصا النساء اللي بيهاجروهم ازواجهم بعد اصابتهم بالسرطان. في عدة اشياء، هذا يعني يمثل عدة مشاريع وليس مشروع واحد، اللي هو Women in Bright Wings. في شغلات صوف، في شغلات تطريز، في شغلات اكسسوارات صنع يدوي تعبر عن سرطان الثدي. بشرفني اني انا اكون اول سيدة موجودة بفلسطين قدرت انه هي تخلق منتجات بدون سكر مخلوقة من التمر. طبعا موجود عندك هون صابونة التمر اللي بتحمي من التشققات الجلدية، والتمر الطبيعي موجود عندك، تمر بالشوكولاتة محشي مكسرات، والدبس الطبيعي بدون سكر. وقدرنا كمان انه احنا ننفذ منتج التمريلا، وهو منتج خالي من السكر، وكانت تجربة كثير رائعة. يعني حجم الإنجاز وحجم العطاء اللي بقدموه سيدات الأعمال من خلال هذا المنتدى شيء كثير رائع، تجربة كثير جميلة، حبينا جدا الشغل معهم لأنه في أشياء كثير حلوة. يعني المعرض جميل لطيف، جواه تنوع وخيارات كثير من حيث الاكسسوارات والمواد المعروضة. تجربة الشوروم اللي عملناها هاي انه تعرض المنتجات الأساسية اللي مركزين عليها، عندهم منتجات عرضوها وشاركوا فيها في نيويورك. المرأة الفلسطينية كانت دائما رافد وداعم لاقتصاد الوطن، سواء في المشاريع الصغيرة اللي بتكون فيها في بيتها من ناحية الأشياء الزراعية اللي كانت تكون فيها خلال سنوات النضال الوطني الفلسطيني، مشاركتها لزوجها، لعائلاتها، بدعمهم في الأشياء البيتية اللي كانت تكون فيها، وانتشارها اليوم لمستوى مش بس وطني، هي وصلت الإقليم والعالمية أيضا بالأشياء اللي بتكون فيها.